صباح الخير مشاهدينا. قبل ما نبدا اول فقره لليوم من Well Done اللي هي بالانس مع رندا فهد، رح اعطيكم وصفتنا لليوم. رح نحضر سوا مع جاد على الساعه 11 تقريبا تشيكن وذ كارملايزد بير صوص، فبالطبق داخل الدجاج والنجاس. اول شيء رح نبدا بصدر الدجاج، بدنا قطعتين ملح بهار اسود، حبق زيت زيتون وبرش حامض. كمان بيلزمنا انجاس، تقريبا اربع حبات من الانجاس، زبدة، إشالوت أو بصل صغير، دومي غلاس، كريم فريش، نبيض أبيض تقريبا 3 معلقة كبار، وشوية سكر. أما الخضرة داخل بها طبق سبانغ أكيد طازة، جزر، بطاطا، بصل، حصين ثوم، ما ننسى بهار أسود، إكليل الجبل أو رومارين، وزيت زيتون. وأكيد رح ننهي بالتيستينج. ما تنسوا اليوم كمان في حلقة خاصة بأكو مع مارك بيروتي. أما هلأ رح نشوف رندا شو موضوع اليوم ببالانس. اليوم مشاهدينا وصفتنا داخلها نجاس، مثل ما امبارح كانت داخلها العنب. عم نطبخ بالفواكه هاليومين، امبارح كانت روسات بالعنب، اليوم بنجاس. اوكي. اللي رح نعمله هو رح ننقع صدر الدجاج، هلا بننقعه سوا، رح نعمل صوص فيها نجاس. يعني السويت طيب مع الدجاج، وهلا بتشوفي كيف رح نعمل الصوص. هون نحن تنبلش بسرعة، بلشنا حطينا زيت زيتون وزبدة وعم نقلي البصل الناعمة. اوكي. هون رح نقوي شوي النار. شو بدنا نزيد عليه؟ هلا رح نحط نجاس نقليهم، نرجع نحط نبيض ابيض، نعمل يعمل ريدكشن، وانا جايب معي دومي غلاس خالصه. هاي المشاهدين فيهم يشتروها من السوبر ماركت بودره وبذوبوها. دومي غلاس يعني مرقة عجل؟ مرقة العظام، مزبوط، مش مرقة اللحمة. اوكي. هون زدنا النجاس. هون اخذنا نجاس عادي، قشرناه وقطعناه. اوكي. قوي شوي عليهم. انا بهالوقت عم بحضر كمان للجرنيتور. رح يضلها شقف الصوص؟ مزبوط، رح يضلوا هيك شقف بقلب الصوص. هون انا فرمت الجزر، رح نعمل جرنيتور فيها جزر وفيها سبانغ وفيها بطاطا. رح نطبخهم مع بعض. هولي حد الدجاجة؟ هولي مزبوط مع الدجاج. هون انا البطاطا كنت مقطعها وسلقها شوي، لانه هلا بدنا نعملها سوطية، يعني ما رح تلحق تستوي معنا بال بالقلي. هون لكن النجاس رح نتركه شوي يتقلى. شو هي نقعة الدجاج؟ نقعة الدجاج كثير سامبل، يلا هون رح نبلش فيها. رح ناخذ حبق وثوم، بس رح نطحنهم على المكنة، بهمنا انه تطلع الدجاجة لونها اخضر، مش شقف الدجاج عليها. حبة ثوم وحدة. هون رح ناخذ الحبق هيك. نقيهم. يلا. انا بس الورق، بعد شي وحده معه. اوكي. هون السبانغ، لكن سبانغ انا منقى اوراق صغار اذا بتلاحظي تينا. غسليهم بس. ايه قطره وحلوين بيطلعوا، بس نطبخهم ما بيطلعوا كثير طوال بالصحن يعني، بس يزموا بيطلعوا شقف صغار، احسن ما نقص للورق. رح يضلوا نيين؟ لا، هولي رح ينطبخوا مع الجزر ومع البطاطا. مع باقي الخضره. اوكي، هولي صاروا هون، نضربهم؟ ضربيهم. بعد في شيء بدك تزيد؟ بدي احط شوية زيت اكيد وملح وبهار، بس بلش طحنيهم شوي. بأسير هلا بيرجعوا بكفوا. يعني شوي باستو حبق بس. وثوم. حبق وثوم اكيد. الباستو بدها بعد نوبر، بدها نوبر وزبدة بارميزان. مشي حالهم.
ما لي اذا بقشر. ايه بتجنن. خلاص المفروض تضل هيك شقف شوي مش كثير ناعمه. اوكي خليني اشيل لك هاي تنشيلها. في شربور هون كمان. اوكي تمام. هون لك انا مزصات تقلو. رح ناخذ دغري وايت واين نعمل هيك. نايس. نتركهم يغلوا شي دقيقتين يعملوا ريدكشن تاريخ الالكول منهم. اوكي نرجع بنحط شوية سكر. نرجع بنحط الدومي جلاس عليها ونتركها تغلي. حلو. اخر شي بنحط شقفة زبدة شوية كريم اكيد وملح وبهار اخر شي بندوقها. هلا رح نشيل بلاتو تبع الخضرة نحط تبع هي بشيل ال بنشيل الشفرة. يلا رح قص الدجاج انا. رح ناخذ كفوف. يعني الهدف من هول الحلقتين اللي عم نعملهم انه نفرجي المشاهدين انه بالفواكه كمان كيف فينا ندخل فواكه بالطبخ مش بس بالدسير او بالسلاد الفري او اللي رح نعمله. رح ناخذ هذا الجاب نحطه هيك. دجاج هون صدر دجاج عادي رح قصهم انا هيك بالنص حتى يستووا معنا بسرعة. رح نطبخهم بالمقلاية. اوكي بيكاتا تقريبا. تقريبا اسمك شوي اسمك. وفي لزوم نرجع نفوتهم على الفرن؟ لا رقيقة لو نتركه مثل ما هو ساعتها بنقليه شوي ونحطه بالفرن ما بيستوي بالمقلاية. كرمال هيك نحن عم نرققهم شوي. اوكي اوكي هلا لكن هون رح نشيلهم. كل انجاز بده يطرى على الاخر جاز؟ ايه هلا بيستوي مع ال مع النبيل وبيرجع بكفي استوى مع الدومي جلاس. اوكي هون لكن بهار اسود. ملح. هلا بنرجع نقلبهم بنحط لهم ال ننزلهم كلهم بايدنا. راح ناخذ هولي تبخروا. هولي تبخروا نغطي شوي لكن خلصنا هيك. تفتحي لي بس لاني وهون زيت زيتون. هيدي هي كل العمليه. حلو هلا بس بدنا نحط لهم ملح وبهار على ثاني ميل. حط لك يلا بس لقلبهم. يامي شايفه لونهم كيف طلع؟ بجننوا. رح يضلهم خضر؟ رح يضلوا خضر بس اكيد مش هيدا الاخضر يعني. اكيد ايه بس انه كل ما طولنا نقع صح كل ما فاتت نقع لجوا. اكيد احنا هلا عم ننقعهم ودغري نطبخهم. اوكي هول الدجاجات بهار. وملح مثل ما قلنا ما بنكتر كثير. اوكي هون لكن الدجاجات خلصوا. رح ناخذ شوية سكر ورح ناخذ دومي جلاس اللي عندينا هون نعملها بهالشكل. لك شو رح اعمل هون؟ شو حلو. هون شو رح يصير هلا؟ بدهم يسمكوا او هون لا مش رح يسمكوا. ذاتس ات. فرجيني كيف صارت. ايه هلا بدهم يغلوا مع بعضهم لياخذوا بعضهم نرجع نحط كريم وزبده. في كريم. اوكي. هلا عنا الجرنيتور رح نطبخ الجرنيتور. صرنا تقريبا مجهزين لكل الغراض. شو سريعين اليوم. والدجاج كمان دغري هلا بنشيل الصوص ونطبخ الدجاج. الجرنيتور عنا بطاطا وجزر والسبانخ. اوكي رح نبلش دائما بالجزر لانه البطاطا تقريبا مستوي. والسبانخ ما بده اكثر من دقيقه. هون رح نتركها تغلي على الخفيف.
اوكي، زيت زيتون مع رومارا هون نقينه، كمان ناخذ سو هون عم نعملهم سوتي للخضره. مزبوط، ناخذ رومارا نكبهم هيك، ناخذ جزر نحطهم هيك. هينه الواحد اذا بحضر الغراض قبل بوقت، يعني حتى اذا بتلاحظي ما عم تاخذ معنا وقت. هون هلا بنتركهم يغلوا شوي. هيدي بتمشي مع لحمه؟ كمان بتمشي مع لحمه. بتمشي مع لحمه. امبارح كنا الصوص اللي عملناه مع لحمه. مع لحمه. حطيتهم بيض احمر؟ حطينا بورتو كمان. بورتو. بتعطي هيك سويتنس اكثر بال. هون لكن رح نتركهم يغلوا، شو رح اعمل انا بهالوقت؟ رح شيل الصوص لحتى يعني هون تقريبا الصوص الطعمه اخذينها من الدومي جلاس واعطيناها طعمه النجاس بالقلي، ما بدها كثير غلي هلا. هون رح ناخذ مش رح نكتر لان هلا رح نحط كمان. كيف عم تمشي المقلايه؟ من نقعت ال بدها تفل عم تقدر تهرب. هون كمان بهار اسود، هون الجزر رح يضل في قرشه هيك بسيطه طيب تطلع احسن. ما بدنا ينهلطوا على الاخر جزرات. من بعدها بنزيد السبانخ قبل من بعدها بطاطا شوي لياخذوا بعضهم وسبانخ. هون كمان رح ننطر المقليه لتحمى. هول دجاجاتنا جيتنا صاروا جاهزين للطبخ. بطاطا ما رح نكتر كثير. رح نزيد شوية زيت لأنه البطاطا دغري، بلكي نزيد مع حبق. ذكرتني امبارح كنت عم بعمل كريب مع الأولاد الصبح. كريب شو؟ كريب الأورانج. والضحكة وين؟ عم نجرب طعمه؟ عم نجرب ننقفهم. اجوا عند الجيران يعني؟ يعني ما بخبرك. مرة تزبط، عشرة ما تزبط. مصرين هن، عرفت انه شو بدهم ينجحوا فيها. بدهم ينجحوا فيها اكزاكتلي. ريحة الحبق شميت الريحة كيف تغري. شو فريش. حلو. هون لكان الدجاج عم ينطبخ. الجرنيتور كمان هلا ببلش يدبل السبانخ. السبانخ نزيد لهم بعض بهار. إذا بدك نحط بعد شوية سبانخ هيك على الزاوية هون دغري بيكبروا. ايه هلا بيختفوا بعد شوي. يعني هلا بيدوبوا ما بعضهم باينين. اكيد ملح بعد ما حطيناه لانه الجزر بيكون فيه سويت بده ملح اكثر من غير خضره. والسبانخ حلو السبانخ كمان ملح ظاهر فيه. مزبوط لانه ما كثير طعمته خفيفه. طعمته ايه فاد بتحسيه لحاله. هون لكان الجرنيتور تقريبا بقى بدها شي دقيقة دقيقة ونص. الدجاج عم ينطبخ كمان بده شي ثلاث أربع دقائق بالمقلاية. والصوص رح نرجع نحطه آخر شي على النار،
بنحط لها ملح وبهار وكريم وشويه زبده. زبده بنحطها بتعطيها لمعيه وبتعطيها هيك بتقوي لها طعمتها يعني بتدسمها شويه للصوص. فهيدي هي الرسالة تبعنا. حلو. هلا شوفي طعمة النجاس مع الدجاج قد ايه رح تطلع طيبة. وكيف لبقت النجاس مع الحبق؟ النجاس طعمته يعني فيها السويت وعنده طعمته، إذا بتحسي شوي بيشبه التفاح النجاس قريب يعني في من نفس الطعمة. النجاس والتفاح والعنب كتير طيبين يعني العنب إذا بتلاحظي بنستعمله بكذا يعني بنستعمله ني بنستعمله دراي بنستعمله يعني في كتير فواكه نحن شوي مش معودين إنه نفوتها بالكوزين تبعنا. هون الدجاج على حرارة عالية؟ هون تقريبا بدها تكون مقلية يعني وسط وأكثر من وسط بشوي. أوكي. لأن بتبق ميطة الدجاج إذا عملناها على الواتر على نار الواتر. هون مثل ما قلنا الدجاج عم ينطبخ الجارنيتور كمان. هيدي خلصت هيك؟ هي خلصت. اوكي. ما بقى بدها شيء. رح نشيلها نحطها هون ونكفي الصوص. مزبوط. بدنا بس نغليها شوي صغيرة ونحط لها الكريم. وين صار الكريم؟ اوكي الكريم صار هون. لكن حطينا زبدة وكريم. بهار اسود رشه ملح. لكن نحن اول شيء نقعنا صدر الدجاج بخلطه ثوم وحبق. ثوم وحبق وزيت زيتون. ورجعنا هلا عم نطبخهم. فينا نشويهم بالفرن فينا نشويهم بالفحم. اوكي. اللي بدنا بطريقه الشوي. الصوص اخذنا زبده وبصل وزيت زيتون قليناهم قشرنا نجاس وقطعناه بهالشكل جبناهم عليهم قليناهم مع بعضهم رجعنا حطينا وايت واين عليهم عملوا ريدكشن ورجعنا حطينا الدم جلاس اللي كنا اوريدي محضرينه مثل ما قلنا فينا نشتريها بودره وندوبها. الكريم منا كثير الكميه رح تحط بعد؟ ايه لا بدي اتركها هيك براون الصوص. اوكي بدها تضل براون. اوكي. والجارنيتور اللي كنا جزر بطاطا وسبانخ. جزر بطاطا سبانخ بس بالقبل كنا طابخين البطاطا لان اذا بدنا نحطه ديركت ما بيستوي. اوكي ينسلقوا قبل بوقت. مزبوط. الصوص هون تقريبا خففت عليها على الاخر انا خلصت. اوكي اذا بتلاحظي يعني الكونسيستنس تبعها منا رخوه ومنا كثير مي. لا وخاصه انه فيها شقف النجاز مثل ما كنت. الجيجيت تقريبا دقيقتين او ثلاثه بيكونوا خلصين. نحن بعد الكوكينج رح ناخذ بريك سريع بس ضلكم معنا لانه مكفيين دغري بالتيستينج من بعد. اليوم وصفتنا بتتميز بنكهات طيبة وأهم شيء سرعة. بالسرعة؟ سرعة. أنا هيك لاحظت طبخة سريعة عن جد سريعة. بدك بس تكوني محضرة الخضرة على جنب قبل الوقت ونقع دجاج بعدين تك 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 100%. قد إيه أخذت وقت جد؟ شي 20 دقيقة. 20 دقيقة؟ هي الخضرة فيها تكون محضرة بالثلاجة؟ لا بنحضرها قبل النهار. لا عملناها هلا نحن بس إنه مقصوصة قبل بوقت بس جلد يعني الدجاج انتقع ب تينا نقعته تينا عملت نقعته بحبق وثوم وزيت زيتون بعدين قليناه بالمقلايه والخضره صوتت قبل بكثير لازم يكون منقوع دجاج يعني يا فينا ننقعه الصبح ناكله عشيه او بالليل لتاني نهار 10 ساعات
تقريبا 10-12 ساعة. ايه بتطلع طعمته اطيب. هلا نحن دغري عملناه. بتأثر على قديه جوسي بتطلع بالطبخ؟ لا جوسي هي قديش طبخناه. اه ما خص قدينا عناه. قدينا عناه هي قديش اخذنا طعمة النقعة. بس انه الزيت مش انه بطريق اكثر او لو لحمة ايه دجاج لا. اه اوكي. بس طراوته اذا ناشف او لا هو بطريقة طبخه قديش طبخينه وقت. هلا في بطاطا وفي نجاس. نجاس مع الصوص. بطاطا بالجرنيتور مزبوط. والصوص شو هي؟ الصوص فيها دومي جلاس. فيها جريفي يعني؟ فيها جريفي وفيها نجاس وفيها فيها بيض ابيض. عم يوصوا شباب. انا رح اخدمكم خدمه. بس شو بيطلع لي؟ انا مستعده اقدم لكم صحنه اليوم. مين بده ينزل لهم الصحن لتحت؟ ودليفري كمان. ليك رزق. كثير حلو الصحن. تفضلي. صحنك nice. وين بدك تقدميه لل انا رزق انا وياك قررت اتبرع اليوم. رأيك؟ لا بس لازم تدوقي شقفه ولا بدوق انا وياك؟ يلا انا بدوق شقفه. عم بدي ادوق الصوص لان مثل ندوق انا وياكي. حتى الدجاج اذا بتلاحظي ليك لونه شو بو طالع كيف هو اخضر. سكري عن قد الصوص كثير زي بنجاز. ما بنفكر ندخل الفواكه مع الدجاج انه بس فقد السكر تبعه نجاس يعني صار فيه. بس رجعت زدت انت مش هيك؟ زدت له شوية سكر على الحلاوة اللي فيه. بس اكيد بدها تطلع كثير حلوه. تو سويت. لا ما بدها اياها حلوه على قد بطل نتقبلها يعني. تطرب ونكهه النبيذ كمان صح. اذا بتلاحظي يعني بس تاكلي حبه نجاس طعمه الاسيد نبيذ بقلبها مبينه كثير طيبه. فها هي الروسات تبعنا جاد. ميرسي بوكو. صحتين. نحن بنودعكم. انا بودعكم شخصيا. بليكم بهاليومين على ليه عم تعيطوا لي؟ بتمنى لكم نهار حلو. سي يو سون. تشاو.